سواء الموجودين لدينا هنا أو الذين لم يكونوا موجودين معنا والذين يقومون بتمثيل 23 دولة. أريد أن أخذ سؤالين إذا سمحتم لي. أعتقد أن لدينا أسئلة كما بدأنا التي بدأنا فيها فيما يتعلق، وإذا سمعتك بشكل صحيح وأنا أحاول أن أستذكر هنا، أنت تحدثت عن بعض الدول مثل اليابان، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها تحاول أن تدفع برفع عملية العرض. نعم سموكم الكريم صحيح. إني أحاول أن أسجل جزء من السؤال، ولكن دعني أقول أولا لأني لم أسمع من زملائنا من الهند إذا قد أنهم يعني أصدقاء وشركاء ودائما نعمل معهم بشكل مباشر، خصوصا خلال الأسبوع الهندي، ولكن لم أسمع منهم الآن. فإذا فيما يتعلق باليابان مجددا، حينما كان معاليه موجودا هنا واتصلت عليه وباركت له، كان واضح بأن هنالك قانون، كان هنالك قانون إن كان الوزير جديد لا يمكن أن يستقبل مكالمات حتى يتم تقديم بعض الاعتمادات له. فبالتالي هو كلمني قبل أسبوع تقريبا، أو طلب في الحقيقة يعني إجراء مكالمة ولمعاودة المكالمة، ولكن سوف أحاول أن أتصل به خلال الأسبوع القادم بعد ما يمكننا جدول ذلك. فيما يتعلق للولايات المتحدة الأمريكية، نحن في خضم النقاش ونحن ما زلنا مؤمنون بأننا ما نقوم به هو القرار السليم وأنه هو الأسلم في هذه الحالة. وإذا أردت لي أن أشرح لماذا، قد أستمر في الشرح، وأنه كيف هو ذو منفعة جمعية للجميع. أعتقد أنه لماذا فقط 400 برميل، طبعا هذا بسبب الاتفاق بين الدول المنتجة. وسوف أريك رسم إذا سمحت لي الذي يشرح للجميع لماذا هي 400 ألف. إذا سمحت لي، أعتقد الجميع لدي ذاكرة جيدة من منطلق المسؤولية. لقد مجموعة أو 5.8 تم التعامل معها من بداية شهر مايو 2020، وكان التخفيض هذا من منطلق المسؤولية البحت، وبالتالي لذلك ما يعني تم توقيع خلال القرار في 18 يوليو. وهنالك شيء موجود حتى أشارك إياه كمعلومة إذا كان بالإمكان وضع ذلك على الشاشة، وهو في صفحة رقم 10 تقريبا. عفوا الصفحة 6 إذا سمحتم لي. طبعا ترى هنا الرسم الذي في شهر 7 العام الماضي كنا نناقش أن هنالك مجال لأن يكون هنالك يعني أن يكون هنالك قرار مناسب أكثر لل 5.8، وأن يكون